فقرة فن ومشاهير لها اليوم راح نبدأ مع الفنانة إيلي ساي اللي تم تعيينها سفيرة لوزارة الصحة في بلدها لبنان للتوعية بمرض سرطان الثدي في حفل نظمته الوزارة في بيروت. بدت إليسا بمزاج مرح لم ينجح حتى المطر بتعكيره، ألقت كلمتها المكتوبة رغم أن المياه بللت الورقة. وعندما سألناها عن خطواتها المقبلة بعد تعيينها سفيرة لها الحملة الوطنية قالت: هلا أنا جاوبت وقلت أنا بشتغل بتوجيه من الوزير، غير هيك ما بعمل شيء. توجه المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب معركة جديدة أمام القضاء المصري بعدما تقدمت الشركة المنتجة لألبومها السابق أنا كتير بجنحة مباشرة أمام المحاكم الاقتصادية، تتهم فيها شيرين بالإخلال ببنود فسخ العقد بينهما وعدم سداد ما تقاضته سابقا، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب سدادها فورا أكثر من 7 ملايين جنيه مصري، أن تعقد جلسة الحكم يوم 7 نوفمبر المقبل. ولغاية الآن شيرين ما زالت تلتزم الصمت حيال هالموضوع، فهل سيكون رد لشيرين أو من قبل محاميها الخاص أم أن القضاء سيحسم مصير قضيتها المستجدة، خصوصا من بعد ما طرحت شيرين مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة نساي. حبيبي نساي. علاقة أخوة جميلة وحقيقية تربط بين هيفاء وهبي بأختيها غير الشقيقتين هناء وعلياء، أحبت أن تعبر عنها بالصور كما بالكلام. هيفاء شددت على أهمية وجود الأخ أو الأخت، حيث العلاقة قائمة على الحب الخالص والصادق البعيد عن الظلم والأحقاد والأحكام المسبقة، وهي أمور تعرضت لها هيفاء كثيرا في حياتها. هيفاء نشرت مجموعة صور تجمعها بهناء وعلياء يلي أكدت عدم محبتهما للأضواء، وطلبت من كل من يشاهد الصور إبعاد تعليقاته السلبية عن شقيقتيها وأن يصبر إلى حين نشرها صور لها لوحدها، لأنها ترفض أن يمس أحد من خلال تعليق مسيء بشقيقتيها. في جو فني مميز كان لسيدتي تي في فرصة الالتقاء بالنجوم يلي تم تكريمهم في مهرجان المسرحيون بنسخته السادسة لها العام في الكويت، وفي حديث خاص لسيدتي مع شجون الهاجري على هامش المهرجان هذا ما قالت شجون عن والدها: أتمنى أشتغل هالعمل ويكون موجود الله يرحمها، لأنه هو 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 من رواد المسرح، هو أساس، يعني مكسورة بكل اللي قاعدين يستمرون وقاعدين يقدمون، ولكن هو غير. كنت أتمنى أوقف على المسرح وأبي يشوفني، بس الحمد لله يا رب، يعني هو عند رب العالمين في مكان وايد أجمل، وأكيد يطلع علينا ويشوفنا ويا رب مفتخر فينا يا رب. ومننتقل لخبر هز السوشيال ميديا هالأسبوع، وهو عودة المياه إلى مجاريها بين الممثلة اللبنانية نادين الراسي وابنها مارك حديتشي، فمن بعد الخلافات اللي حصلت بينهما كان ظهورهم معا في إحدى المناسبات في بيروت مفاجئ للحضور. سيدتي ند جمعت نادين ومارك يلي فتحوا قلوبهم لسيدتي وأكد انتهاء المشاكل بينهما. بس مارك هو ابني وخيي، لأنه أنا جبته بعمر 17 سنة، إذا بيغلط أكيد أنا اللي بضربه مش هو اللي بيضربني، بس انتفاضته قدامي ما قبلتها. هم سمعنا الماما اللي أنت حكيت، أنت شو بتحكي هيك شيء؟ بعد ما شفتك الله يخلي لي إياها أول شغلة، وما بدي بقى تحمل هم عن الشيء اللي صار، الشيء اللي صار خلص صار ورانا، ومثل ما قالت سوء تفاهم يعني، ونحن طول عمرنا مع بعض. مش بتندم على شيء هيك مرحلة سابقة عملتها؟ مرحلة سابقة يمكن مثل ما عم تقول الانتفاضة اللي بينت شوي هيك، إنه هي مش معودة يعني علي بهالشكل، فسرت كمان. أنا كمان بدي استوعب إنه عن جد صار رجال، يعني صعبة. السوشيال ميديا أذتك؟ مش أنتو دكاكين. إيه والله جروني لعندن. مستبعدة هلا عن أي أعمال أو أنت بعدة؟ بعدة لا لا، أنا الليفل تبعي ما بنزل. درة التونسية نجمة غلاف سيدتي لهالأسبوع وجهت تحية خاصة للناجيات من مرض سرطان الثدي، كما حثت النساء على الخضوع الدوري للفحوصات للكشف المبكر عن المرض. أنا بقول إن كل الستات لازم يكشفوا كشف دوري، عشان كل ما اكتشفوا سرطان الثدي بدري كل ما إمكانية العلاج والأمل في العلاج كانت أكبر.